تتميز العلا بعلاقة فريدة مع الخيل تمتد لآلاف السنين. نشوف هذه العلاقة في الآثار والنقوش اللي تزين جبال العلا. We never saw a place like this, and I think that the idea of making a tournament in the desert is amazing. اخترنا موسم شتاء طنطورة لوجوده ومستواه الثقافي في إشهار لعبة البولو. It's something that you don't get to see much in the world. It's very rare, and we are enjoying it as much as we can. من كافة الأجيال ومن كافة الأعمار، سيدات ورجال وعوائل. Well, the Delfina Polo team is the most winning team in the last 20 years. أحسن أربعة لاعبة بولو في العالم. It's McDonough, Cambiaso, Nero, and Stirling. We are very honored and proud to be the first players taking part in a polo game here at this very special place. أحب أشكر سمو الأمير بدر الفرحان اللي على طول يعني بدون أي تردد دعمنا دعم كامل. والشكر يعود لقيادة الهيئة الملكية لمحافظة العلا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إبراز هذا الإرث وهذا التاريخ.